بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مرور عامين على ظهور كورونا في البحرين، كنا حابين نعرف من حضرتك يا دكتورة كيفية التعايش مع المرض، وكيف يؤثر التطعيم في الحد من الإصابة بالمرض وتخفيف أعراض الإصابة به، وكيفية القضاء عليه. الواضح اليوم أنه وباء كورونا هو وباء ما عم بيفرقنا بسهولة، بس صار عنا طرق نقدر نتعايش معه يلي هي بالطعم، لأنه واضح بكل الدراسات على ألوفات من الناس وببلدان كتير مختلفة أن الطعم خفف من خطورة المرض، من أعداد الاستشفاء والدخول للعناية الفائقة، وأكيد خفف من حالات الوفيات. كرمال هيك اليوم مع الطعم فينا نتعايش مع المرض ونرجع تدريجيا لحياتنا العادية. بس تنصاب بمرض الكورونا شو فيك تعمل بعد ما تشفى؟ إذا كان مرضك خطير، يعني انصابت الرئة وهبط الأكسجين، بهالحالة فيك ترجع تدريجيا على المجهود تحت مراقبة طبيبك حتى تقدر تربح عضلك وترجع تتعود على الحياة العادية وترجع وظيفة العضل والجسم للليفل اللي كانت سابق المرض.